أهلا بكم. لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة بدون أفق واضح لنهايتها وبلا سقف توقعات يمكن من خلاله استنتاج ما ستؤول إليه نتائجها في نهاية المطاف. ويزيد من تعقيد المشهد تمسك الطرفين بشروطهما لبدء المفاوضات، حيث جددت موسكو رفضها لخطة السلام الأوكرانية وتأكيدها على إخراج المناطق التي احتلتها مؤخرا من أي تسوية في المستقبل. ويرى أغلب المراقبين وحتى المسؤولين العسكريين أن فصل الشتاء الحالي هو آخر فرصة لإيقاف الحرب في أوكرانيا قبل أن تتحول إلى صراع ممتد يحصد ملايين الأرواح، فانتصار أي من الطرفين في الميدان شبه مستحيل، مما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الصراع الجيوسياسي الذي أصابت شظاياه الكارثية جميع دول العالم، إذ أن الغزو الروسي قد دخل شهره 11 دون مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنه ينذر بتفجير بؤر صراع قديمة خصوصا في البلقان التي توصف بأنها قنبلة أوروبا الموقوتة، حيث تحشد صربيا حليفة بوتين جيشها على حدود كوسوفو. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السكان بالاستعداد لهجمات صاروخية جديدة، وقال في خطابه الليلي المعتاد إنه لا يثق في دعوات مفاوضات السلام من الكريملين. وأقر زيلينسكي بأن الوضع في بعض مناطق دونباس في شرق البلاد قاسي جدا. من جهته أعلن الكريملين رفضه خطة سلام مؤلفة من 10 نقاط وضعها الرئيس الأوكراني، قائلا إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار ما سماها حقائق اليوم فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربعة التي أعلنت روسيا ضمها إليها. ويروج زيلينسكي لخطة السلام التي أعلن عنها لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني، حيث ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين، وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة. وأثناء زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، اكتفى بايدن في تصريحاته العلنية بالقول إنه وزيلينسكي يشتركان في رؤية السلام نفسها، وإن الولايات المتحدة متمسكة بضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. لكن إدارة بايدن تواصل تقديم المساعدات العسكرية الضخمة إلى أوكرانيا، ووافقت مؤخرا على إمداد كييف بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي، كما وافق الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة قيمتها نحو 45 مليار دولار. إلى ذلك أحصت الأمم المتحدة ما يقرب من 7,000 قتيل من المدنيين في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. مشاهدينا للنقاش أرحب بضيفي الكريمين من العاصمة الأوكرانية كييف الأستاذ محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي، ومن غرب أوكرانيا من ريفني تحديدا السيد ميخايلو ألاندارينكو الإعلامي والباحث السياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد ميخايلو، رفض الكريملين مجددا خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس زيلينسكي، إلى ماذا يشير؟ وهل يمكن القول بأن مسار المفاوضات السياسية مع روسيا مستحيل طالما أن كييف تتمسك بشروطها والكريملين أيضا يتمسك بشروطه؟ مرحبا، شكرا لدعوتي إلى قناتكم المحترمة، ورحب المستمعين الكرام والمشاهدين. لا يوجد هناك أي تفاوض حتى الآن. كان هناك بعض التفاوض فيما مضى في السنة الماضية، ولكن الآن المفاوضات كلها انتهت، لأن روسيا تصر على شروط قديمة وهي اجتياز النازية في أوكرانيا، نازع السلاح وإلى آخر ذلك. التفكير السياسي الروسي هو راسخ جامد، روسيا لا تتكيف مع الواقع الجديدة. الواقع الجديدة أنها تخسر الحرب، لذلك هي مضطرة إلى طلب إلى أن تطالب وتطلب من أوكرانيا مفاوضات، وهذه المفاوضات هي روسيا لا تعترف بأنها تخسر، ولكن لا تعترف بذلك، لذلك فإنها تقدم شروط مستحيلة. الوضع قد تغير، القوات الأوكرانية باتت قوية جدا، ولذلك هي لن تستجيب لهذه المطالب الروسية، وهي بصراحة أنا ممكن أستخدم مصطلحات غير دبلوماسية، هي سخيفة جدا.
روسيا لا تفهم أو تتظاهر بأن لا تفهم هذه الواقعة الجديدة، بسبب أن الدعاية الروسية تقول أن بوتين لا يتراجع أبدا، دائما يتقدم. الحقيقة أخرى، القوات الأوكرانية تتقدم ببطء ولكنها تتقدم، المبادرة السياسية والعسكرية في أيدي الأوكرانيين، لذلك أوكرانيا لا تريد أي تفاوض، الآن هي تريد التقدم فقط والترسيخ مكانتها واندثاراتها في الجبهات، في المحاور، محاور القتال، خاصة في الشرق والجنوب. وعندما تحرز أوكرانيا نجاحات أكبر، فممكن أن تبدأ المفاوضات، ولكن على شروط أوكرانية، وروسيا ستكون مضطرة إلى القبول بهذه الشروط. أما الآن فالوضع يتغير بشكل جيد لأوكرانيا، هي تتقدم، لذلك هي لا تريد أي شيء. روسيا يعني هي تقدم حيلا، خدم عسكرية، هذه يعني أنها تريد هدنة لتقوية المواقع لتعزيز قواتها. أوكرانيا لا تريد ذلك، أهم شيء هو التقدم، بعد ذلك التفاوض على شروط أوكرانيا طبعا. طيب أستاذ محمد، توافق سيد ميخايلو أنه الأوكرانيون قادرون على إحراز تقدم آخر في الميدان وبالتالي فرض الشروط على روسيا في أي مفاوضات قادمة، أم أنه نستطيع القول بأنه المفاوضات اليوم ليست جاهزة بالنسبة لكلا الطرفين؟ تحياتي لكم ولضيفكم الكريم والساده المشاهدين. اهلا بك. يعني حقيقه يكثر الحديث في الفتره الاخيره عن موضوع معدات السلام، الكل يريد ان يتفاوض ولكن بشروطه، ولكن هناك شروط منطقيه وهناك شروط غير منطقيه. ان جئنا للشروط الروسيه، اي منطق يتحدث به الروس عن الاعتراف بالكيانات التي احتلتها او المناطق التي احتلتها ككيانات مستقله، الاعتراف بجزيرة القرم، نزع سلاح الجيش الأوكراني، موضوع النازية، وهذا الموضوع يعني ليس له أساس من الصحة، يعني أمور كثيرة تطرحها روسيا هي غير منطقية. لكن من جانب آخر، نعم الجيش الأوكراني حقق إنجازات على الأرض كثيرة. الجيش الأوكراني من شهر سبتمبر حتى الآن حرر ما يزيد عن نصف الأراضي التي احتلتها روسيا في 24 فبراير الماضي، فبالتالي نجد أن أوكرانيا لما استطاعت تحقيق نجاحات على الارض والغرب مدها اسلحه اكثر، حينها تقتنع روسيا بانها لن تحقق اهدافها ولن تستطيع تحقيق ذلك، وتضطر للجلوس الى طاوله المفاوضات. فبالتالي نجد في الفتره الاخيره هي فتره تصعيد، فتره تصعيد على الارض، فتره تصعيد في التسريحات. نجد ان هناك محاولات روسيه قبل راس السنه مستميته على محور بخموت وفي دنيسك لتحقيق اي انجاز سجل لها هذا العام، ولكن تفشل امام تصدي الجيش الاوكراني حقيقه لها. طيب يعني انتما تشتركان في نقطه، موضوع تقدم القوات الاوكرانيه سيجبر بوتين على التفاوض. ماذا لو كان بوتين سيد ميخايلو يفكر او يرسم كما يقول المحللون العسكريون سيناريو اخر في راسه مع بدايه فصل الشتاء؟ وما هذا السيناريو؟ سيناريو التقدم العسكري مجددا والحرب التي استغلتها روسيا مرارا. تعلم أنه روسيا تاريخيا تستغل فصل الشتاء في حروب ومواقع عسكرية مهمة، نتذكر في التاريخ نابليون وأيضا هتلر، وبالتالي اليوم السيناريو المنتظر بأنه بوتين فقط يحاول أن يلملم أوراقه العسكرية من جديد ليبدأ هجوما عسكريا واسع النطاق على أوكرانيا مع بداية فصل الشتاء، وإلا لما بدأ بضرب هذه البنية التحتية منذ شهر وحتى الآن؟ طبعا الشعب الروسي متعود على البرد، نحن أيضا الأوكران متعودون على البرد، هذا لا يخيفنا. ممكن أن نقاتل في أي ظروف، في الحر، في البرد، في أي شيء. هناك بعض المحللين يقولون أن هناك شيء اسمه الجنرال ثلج، اوكي، ولكن هناك شيء اخر اسمه جنرال واحد، وممكن نستخدم اي شروط، اي ظروف من اجل مواصله القتال. الجيش الاوكراني لا يخاف من ذلك. والشيء الاسوء هو فعلا ضرب القصف البنى التحتيه، الاهداف، نعم، البنى التحتيه، صحيح، هذا سيء جدا. هذا يعني ان بوتين ينتقم من الشعب الاوكراني، هو غير قادر على الحق هزيمه بالجيش الاوكراني، لذلك هو ينتقم الى الشعب. هي جريمه حرب، وبوتين او غيره سيحاكمون لهذه الجريمه. التقدم الاوكراني هو حتمي سيحصل، هذا واضح،
الأسلحة الأوكرانية متطورة جدا، أقصد الأسلحة الغربية، لكن أوكرانيا تستخدمها، هي أسلحة أوكرانية متقدمة متطورة حديثة دقيقة جدا. وكل السيناريوهات التي يفكر فيها بوتين هي سيناريوهات فاشلة. بوتين يريد أن يحرز ذلك. بوتين نفسه يثق بالدعاية الروسية، هو وقع في فخ الدعاية الروسية التي كانت تصوره كأنه إله على كل شيء قدير، لكن في الحقيقة نرى أنه إنسان بسيط، يعني حقير، ليس قادرا على إدارة البلاد. السلطة تنفلت من أيديه، هناك شرارات مختلفة فوق وراء ظهره تتناحر على تراثه، على الغنيمة، الآن هو لا يقرر شيئا تقريبا، نعم. والسيناريوهات التي يصفها هي ستفشل. طيب، سنواصل الحوار عن هذه الجزئية، موضوع المعارك مستقبلا، طالما أنه باب المفاوضات الآن مغلق، لكن ضيفي الكريمين بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وضيفي الكريمين من كييف الأستاذ محمد العروقي الباحث السياسي، ومن ريفني غرب أوكرانيا السيد ميخايلو ألاندارينكو الإعلامي والباحث السياسي. سيد محمد العروقي، طالما أن موضوع المفاوضات الطرفان يعولان على إحراز لتقدم عسكري من أجل البدء فيها، وأكدت قبل الفاصل بأن القوات الأوكرانية تتقدم ولو ببطء، على ماذا يعول الروس إذن برفضهم لهذه المفاوضات وهم يخسرون مزيدا من الأراضي التي احتلوها خلال الفترة الماضية؟ يعني بداية أريد أن أعقب على ما حدث به زميلي، يعني الصيف والشتاء على الجيش الأوكراني وعلى الجيش الروسي. هذه نقطة. إذا كانت روسيا هاجمت اوكرانيا ووصلت الى 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 اطراف العاصمه كييف ولم تكن لدى الجيش الاوكراني هذه الامكانيات، فما بالك الان بهذه الامكانيات التي يمتلكها الجيش الاوكراني؟ يعني نحن نسمع بعض المحللين يقولون سوف يهاجمون بيلاروسيا ويهاجمون غرب اوكرانيا او مناطق اخرى، يعني هل سيقف الجيش الاوكراني مكتوف الايادي يستطر ماذا سيفعلون بهم؟ ستكون المبادرة دائما لدى الجيش الأوكراني، لأنه أصبح يمتلك أسلحة حديثة وأسلحة مطورة تؤهله لإطالة أمد هذه المعركة. نحن لا ننكر القوة النارية الروسية ولا ننكر قوة روسيا، ولكن هناك صمود كامل من لدى الجيش الأوكراني. إذا ما هو الحل؟ الحل لجأ إليه بوتين منذ طيب صوت غير واضح أستاذ محمد، صوتك غير واضح، يعني ريثما يتم إصلاح هذه المشكلة دعني أسمع لسيد ميخايلو. سيد ميخايلو، كنت أسأل عن على ماذا يعول الروس برفضهم للمفاوضات في مقابل أنهم يخسرون على الأرض المناطق التي احتلوها مؤخرا. والله روسيا دولة غير منطقية، هي ضمت 4 مقاطعات أوكرانية تقول إنها أراضيها، ولكن الأوكران يحررون هذه المناطق بنجاح، ولا أحد يبالي بما تقوله روسيا. هذه المناطق العالم يعتبرها مناطق أوكرانية، هذا واضح. روسيا ممكن هي تأمل بأن يحدث شيء مفاجئ، ممكن ما بعرف يموت زيلينسكي أو هيك شيء، لأن لا يمكن إيقاف التقدم الأوكراني في هذا الفصل. للشعب الاوكراني معنويات عاليه. طيب ما الذي تتخوف منه اوكرانيا؟ يعني دعنا نكون منطقيين اليوم، هناك جيش روسي وجيش اوكراني اثبت قدرته وقيمته على الارض، هذه نقطه، لكن روسيا بالتاكيد تعول على شيء، طالما انه كل تصريحات المسؤولين الروس من بوتين الى لافروف وغيره تؤكد على أنه لن يكون هناك استسلام، لن يكون هناك تفاوض، وهذه شروطنا. على ماذا يعولون إذن؟ روسيا هي يعني بوتين هو يريد أن يحرز نجاحا بأي ثمن. لقد قتل أكثر من 100,000 شخص روسي، أقصد الجنود في أوكرانيا، لكن بوتين يغض النظر عن ذلك. بوتين يريد أن يحرز انتصارا، بوتين يريد أن يظهر للناس الروس أنه بطل. لا يوجد أي انتصار، والآن هو يعلن هذه الأراضي المحتلة أرضا روسية، شيء مضحك جدا. والله هو يعول على لا أعرف لا شيء بصراحة. أنا لا يمكن أن أعلق على هذا، لأن أشياء غير منطقية.
بوتين يتراوح في مكانه لا يتقدم، الجيش الروسي يتكبد خسائر كبيرة جدا، هناك مرتزقة في الجيش الروسي وهم مجرمون، وعدوا بالإفراج عنهم بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا إن وجدوا على قيد الحياة طبعا. وبوتين يتصرف بشكل غير منطقي، الخارجية الروسية تتصرف بهذا الشيء بهذا الشكل. روسيا قد عودت العالم كله، الدعايه الروسيه عودت العالم بان بوتين هو انسان لا طيب. باسل شجاعه، هذا هو بوتين يعتمد على ذلك على سمعته الماضيه فقط. طيب عاد معنا سيد محمد من كييف. كنت اسالك محمد على ماذا يعول بوتين، هل نتخوف من حرب الشتاء القادمه؟ وايضا اريد ان تجبني على سؤال غايه في اهميه اعتقد اليوم بالنسبه للاوكرانيين، هل سيستمر الدعم الغربي على هذا المنوال وفي هذا التصاعد إذا ما طالت هذه الحرب؟ يعني حقيقة كما ذكرت أن موضوع الصيف أو الشتاء فهو ينطبق على الجيشين الروسي والأوكراني. نحن لا ننكر قوة روسيا وقوتها النارية، ولكن كما قلت أن الجيش الأوكراني استطاع إحراج الجيش الروسي على تخوم كييف في بداية الحرب عندما لم يمتلك الجيش الأوكراني هذه الأسلحة المتطورة، فما بالك اليوم. لذلك يعني روسيا هربت منذ بداية أكتوبر بموجة الجيش الأوكراني إلى قصف البنى التحتية للمدنيين الأبرياء، المدنيين الآمنين، قصف البنى التحتية للتدفئة وللماء وللكهرباء ولغيره. ربما بوتين وجد ضالته في تحديد وقصف المدنيين حتى يحقق أهدافه، وعدم تحقيقه لأهدافه حتى الآن هذا برضه يوعز عند الأسباب، لأنه عندما قام بعملية الغزو الأوكراني أعتقد أن الموضوع أسبوع أو 10 أيام يحقق، فوجد نفسه في ورطة لا يستطيع التقدم أكثر ولا يستطيع الانسحاب منها حفاظا على كبريائه وعلى ما وجه. فبالتالي روسيا فعلا في ورطة الآن، وقد تتصرف تصرفات يعني تؤدي إلى حماقة أكبر إن لم تحقق أهدافه. طيب ماذا عن الدعم الغربي؟ يعني أعتقد هناك تباين في الدعم الغربي. الدعم الغربي كان له سبب كبير في سقوط أوكرانيا. الولايات المتحدة مثلا وبولندا ودول البلطيق تؤيد الدعم بشكل غير محدود. هناك بعض الدول يعني تريد أن تدعم مع المحافظة على بقاء بعض الأسلحة لقواتها والدفاع عنها، ولكن الغرب والأوروبيين أيقنوا تماما أن أوكرانيا في خط المواجهة الأول أصبحت للدفاع عن أوروبا بشكل كامل، لأن روسيا لو تمادت أكثر في واحتلت أوكرانيا فستكون لها طريق سهلة إلى باقي أماكن أوروبا، فبالتالي أصبحوا ملزمين بهذا الدعم. طيب أستاذ ميخائيل، فيما يتعلق بدعم أوكرانيا عسكريا من قبل الغرب، إن طال أمد هذه الحرب وهناك توقعات بأن يطول أمد هذه الحرب، إن حدث هذا هل تتوقع أن يستمر زخم التمويل وزخم المساعدات العسكرية الغربية كما هو الآن؟ طبعا الغرب لن يتوقف عن تقديم الدعم لأوكرانيا، لأن انتصار أوكرانيا هو مسألة شرف بالنسبة للغرب. الغرب يرى، الناخبون الغربيون يرون أن سبب هذه المشاكل ارتفاع الأسعار في الغرب والأزمة الغذائية في الدول التي تعتمد على أوكرانيا غذائيا والضحايا في أوكرانيا، السبب ليس المقاومة الأوكرانية، السبب هو العدوان الروسي، هذا هو السبب. والأوكرانيا هي تحاول أن تنتقل من عالم من الماضي السوفيتي الذي تجر إليه روسيا إلى عالم حر، عالم متطور، عالم غربي. لذلك الغرب سيواصل مساعدة أوكرانيا. الغرب يرى ما هي معاناة الشعب الأوكراني في ظل عدم وجود كهرباء أو مياه أو تدفئة. هنا في كييف وفي ريفني الوضع لا بأس به، ولكن في المناطق التي قرب الحدود الجبهة في خرسون في مدن أخرى الوضع تعيس جدا. الغرب يرى ذلك، والغرب يتعاطف ومتعاطف متضمن مع أوكرانيا، لذلك الغرب لن يغزو أوكرانيا، هذا مستحيل. هناك يعني العواطف الغربية هي مع أوكرانيا، الغرب سيساعدنا، سيستمر في طيب. المساعدة، وليس فقط الغرب يساعد أوكرانيا. وصلت هذه الفكرة سيد ميخائيلو. سنذهب إلى فاصل ضيفي الكريمين ومن ثم نعود لإكمال هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لهذه الحلقة التي تناقش آخر تطورات الملف الأوكراني الروسي.
معي من كييف أستاذ محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا من ريفني غرب أوكرانيا السيد ميخايلو ألاندارينكو الإعلامي والباحث السياسي. كنا قد طرحنا على صفحة أخبار الآن مشاهدينا على تويتر استطلاعا للرأي لتشاركونا به، وكان السؤال: روسيا ترفض مبادرة أوكرانيا للسلام، كيف يمكن إجبار موسكو على إنهاء الحرب؟ وضعنا خيارين في هذا الاستطلاع: الأول مزيد من العقوبات، حاز على 31% من الأصوات، فيما مواصلة دعم كييف عسكريا 69%. سيد محمد، إلى ماذا يشير هذا الاستطلاع؟ الجميع يفضل اليوم زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا عن العقوبات، هل هذا يعني بأن العقوبات الغربية لم تنفع مع روسيا؟ يعني حقيقة دعنا أكون صادقا معكم، يعني روسيا من الصعب أن تتراجع عن أهدافها، ومن الصعب أن تحقق كل أهدافها. فبذلك التعويل على الدعم الغربي هو لإطالة أمد المعركة ولإطالة صمود أوكرانيا وفرض عقوبات أيضا على روسيا. الصمود أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا قد يأتي بثماره ويقنع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات، لأن روسيا يعني تتصرف بمنطق القوة وليس بقوة المنطق. فبالتالي الجلوس على طاولة المفاوضات الغير مشروط يمكن أن تؤدي إلى نتائج، إطالة أمد الحرب يمكن أن تؤدي في المستقبل إلى نقطة التقاء قد يستطيع الطرفان أوكرانيا وروسيا أو الغرب وروسيا الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على نقطة التقاء ينطلقون من بعدها. ولكن للأسف يعني روسيا ما زالت تتصرف بمنطق القوة، تريد يعني كما مثل تصريحات سكوف الناطق باسم الرئيس الأوكراني أو مستشاره الإعلامي يعني صريح تصريحات غير منطقية، يعني على أوكرانيا الاعتراف بكل شيء وعدم تلقيها دعما، يعني وكأنه يريد أن تكون الطريق مفتوحة لروسيا يعني تفعل كما تريد. فبالتالي الطلبات الروسية ما زالت غير منطقية، وهذا أيضا يعني يهدد أو يعني في إطالة أمد الحرب في منطقة يعني مسلمة حتى الآن. طيب سيد ميخايلو، كان لافت خلال الساعات الماضية موضوع استهداف أوكراني للعمق الروسي لمخزن سلاح وأيضا لقواعد عسكرية روسية داخل الأراضي الروسية، إلى أي درجة يعتبر هذا تحولا في مجرى العمليات العسكرية؟ وهل هذا يعني بأنه لدى الجيش الأوكراني اليوم سلاح قادر على ضرب العمق الروسي؟ نعم، كما نرى الآن الجيش الأوكراني قد بات أقوى بكثير مما كان في البداية، وروسيا الآن تخاف من هذه الضربات الأوكرانية لأنها تستهدف فعلا مطارات بعيدة عن الحدود الأوكرانية على بعد حوالي 600 كيلومتر، وموسكو هي تقع أقرب من 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. لذلك من المحتمل أن تواجه أوكرانيا هذه الضربات على موسكو. أنا لا أدعو لذلك، ولكن في احتمال أنها تستطيع أن تقوم بذلك. روسيا تخاف من ذلك، وهذا هو تغيير نوعي للقوات الأوكرانية لمجريات الحرب. المعارك لا تقتصر فقط على الأراضي الأوكرانية، بل هي تطال الأراضي الروسية. وعندما تنشر أوكرانيا منظومات الباتريوت على الحدود الروسية، فالوضع سيكون أحسن بكثير، لأن هذه الصواريخ قادرة على إسقاط صواريخ روسية وطائرات على فوق الأراضي الروسية. هذا يعني أن الحرب ستنتقل إلى الأراضي الروسية، والحطام الشظايا ستقع على رؤوس الجنود الروس في هذه الحال، وهي تلحق أضرارا أيضا الشظايا والحطام، والضرر سيكون أكثر على روسيا. هذه المرحلة هي خطيرة جدا لروسيا. الآن روسيا تفهم أن ليس الجيش الروسي ثاني جيش بالعالم كما كانت تقول. الجيش الأوكراني يعني هو أول جيش بالعالم إذا كان يضرب الجيش الروسي. والأوكرانيا الآن أحرزت نجاحات كبيرة في داخل أوكرانيا ضد روسيا وفي خارج أوكرانيا. روسيا فعلا تتخوف ماذا سيحدث بعد ذلك. القدرة الأوكرانية، أوكرانيا لم تكشف عن كافة قدراتها الهجومية حتى الآن، وهناك في المستقبل نرى أعتقد أكثر من ذلك. نعم سيد محمد، تعليقك على هذه النقطة، نوعية السلاح الغربي هل سيصنع فارق، وتوقعاتك لمستقبل هذا الغزو، هل سيطول أمد الحرب أم أنه سنشهد انفراجة إن كان سياسية أو حتى عسكرية؟
بداية يعني لا تصريحات رسمية بأن أوكرانيا تستهدف العمق الروسي، يعني لا تصريحات عسكرية رسمية، ولكن نحن نفترض، وهذا الافتراض قد إذا افترضنا أن الجيش الأوكراني الذي يقوم به فهو يعني دفاع مشروع، لأنه يهاجم تلك القواعد التي تنطلق منها الطائرات لقصف البنى التحتية الأوكرانية. فبالتالي يعني قد تكون يعني روسيا تضع أوكرانيا مجبرة لذلك. الدعم الغربي كما قلت سيطيل من أمد الأزمة، سيطيل من أوكرانيا، ولكن الأسلحة أيضا التي تأخذها أوكرانيا من الغرب هي أسلحة دفاعية وليس أسلحة هجومية، ولكن أوكرانيا من حقها تطلق أسلحتها وتهاجم لله تدافع عن نفسها، توقع الدفاع عن نفسها. كما قلت أعتقد أن المعركة مسألة طويلة، لا يوجد شيء يعني يبشر بانقراض وقروب اضطراب الفراجة، فبالتالي الأوضاع ما زالت صعبة في ظل العناد يعني الموجود ما بين الغرب وما بين روسيا لعدم التقائهم في نقطة معينة في الانطلاق من بعد التفاوض ولإيجاد حل مشترك بعد اعتبار المخاوف الأمنية للطرفين. نعم. وليس كما تريد روسيا طريق خلال. سيد محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي من كييف، شكرا جزيلا لك. أيضا سيد ميخايلو ألاندارينكو الإعلامي والباحث السياسي من ريفني في غرب أوكرانيا، الشكر موصول لك على كل ما تقدمت به من معلومات. أيضا مشاهدينا نشكر لكم متابعتكم، وللمزيد حول ما يجري في أوكرانيا وجميع الملفات المهمة تجدونها على موقعنا الإلكتروني أخبارالآن.net، بالإضافة إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تصبحون على خير.